يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلام الإنسان إذا أحب شخصا لدينه ويزداد هذا الحب لصورته ومنطقه؟ إيش؟ هل يلام الإنسان إذا أحب شخصا لدينه وازداد هذا الحب لصورته ومنطقه؟ ازداد هذا الحب إيش؟ لصورته، صورة المحبوب ومنطقه. المحبة في الله أمر مطلوب، المحبة في الله وكونه يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا أمر مطلوب، هذا من الموالاة في الله عز وجل، لكن لا يغلو في هذه المحبة ويزيد فيها كما ذكر السائل. نعم.